وحول استمرار الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وعدم ظهور بوادر للحل، ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف. أهلا بك معنا أستاذ محمود. أهلا أخي، مرحبا بك. حياكم الله أستاذ محمود. يعني الأزمة السياسية في العراق تدخل شهرها العاشر كما تعلم، برأيك إلى أي مدى يبدو أن هناك حلا قريبا يلوح في الأفق؟ نعم، بسم الله. تحية لك يا أخي العزيز والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين جميعا وبعد. أخي العزيز، هذه الزمرة المجرمة جعلوا منا مثل الناعور، نلف وندور ثم نعود من حيث بدأنا أول مرة. بالنتيجة لضعفنا الحقيقة، صرنا مثل كرة الطائرة، أحدهم يصدها والآخر يرفع ثم يأتي اللي يكبسها ويأخذ نقطة الحسم، وفي كل مرة يتبادلون الأدوار حتى يستمروا بالفوز وإلى الأبد. أنا أعتقد والله أعلم أنهم متفقون علينا، صدقني، ولديهم صمام أمان يقودهم ولن يسمح باختراق يؤدي إلى ضياع مكاسبهم أبدا. ولهذا ترى بالأسخار مثلا اللي هي المفروض المسؤولة عن الأمم المتحدة تلتقي بالصدر ثم تذهب إلى العامر عندما تصير مشكلة بينهم لمحاولة تقارب وجهات النظر، ثم تكمل الدور السفيرة الأمريكية، وفجأة نسمع أن قائد فيلق القدس دخل بغداد سرا واجتمع بهم، ثم زار كربلاء والنجف، ثم لا تنسى أن سيدهم الكبير الصهيوني العالمي والصليبيين هم الذين يحموهم، وكل ما يجري صدقني بالاتفاق معهم ومن مصلحتهم، وهم ينفذون على مر التاريخ، هم جراءهم الحقيرة التي تنفذ أجنداتهم وأهدافهم، وفعلا أنا اللي يشوفه الآن بالساحة وصلوا إلى جميع أهدافهم تقريبا. يعني مقتدى الصدر يطلب من القضاء حل البرلمان العراقي، ويطلب أيضا من رئيس الجمهورية تحديد موعد للانتخابات. السؤال هنا، هل ترى أن الصدر جاد في مطلبه هذا بإجراء انتخابات جديدة، أم هي لربما مناورة جديدة كما يراها البعض؟ أخي العزيز، أنا بإحدى مقالاتي، وطبعا أنا أكرر هالحكي دائما، لكن في إحدى مقالاتي كتبت مقال اسمه أخطبوط الموت وعمائم الشياطين، شبهت عمل النظام الفارسي، عمل النظام الصفوي الحالي، بأسلوب الأخطبوط اللي هو عنده 8 أذرع يمد أحداها، يمدها كلها، كل واحدة باتجاه. لهذا أنت ترى مثلا العامري يتشدد ويأخذ اتجاه مختلف عن الحكيم مثلا، وتشوف المالكي يأخذ اتجاه آخر مختلف عن العامري مثلا، وتشوف الصدر ما أخذ اتجاه آخر. قسموا الشعب أو فئات الشعب بأكملها إلى عدة جهات، ولهذا تراهم سيطروا على معظم أنحاء العراق، والآن الدور الحالي على أن يطعم بالصدر حتى يسيطروا على العراق ككل من الشمال إلى جنوب الأسد. لكن المصيبة المؤلمة وين؟ أنه هم كلهم نتيجة استراتيجيتهم وأهدافهم كلهم تصب في مصلحة واحدة، وهي مصلحة انتشار التشيع، وللأسف التشيع الصفوي طبعا تحديدا، وللأسف تصب في مصلحة النظام الفارسي الحالي، النظام الإيراني الصفوي الحالي. فهم صدقني وان يختلفون اعلاميا وامامنا، لكن هي معارك للسيطره على النفوذ، وهم كلهم يقودهم نفس الشخص، بالدليل الضابط الاصلي موجود، وراح تشوف انت قريبا راح يجتمعون في اربيل او باي مكان وتنتهي المشكله، وهي مثل معركه الحراميه، شلون السباق اللي يتشاجرون بيناتهم على توزيع المناصب او الثروات، ثم هذا لك ذاك وغيرك، واللي يحصل منهم مكاسب اكثر، وتنتهي المشكله صدقني، وراح يرجعون مثل ما كانوا يرجعون لنا الى المربع الاول. للاسف نتيجه لضعفنا احنا خلينا نفسنا مثل طابه الطائره. يعني سيد محمود، يعني هذه الخلافات التي تحدثت عنها لربما تكون خلافات على المناصب، من سياخذ ماذا؟ بالنسبه للصدر، سالتك هل ترى في دعوته لانتخابات جديده، هل هناك جدية أم هناك يعني لا تخرج عن كونها تصريح لربما أو مناورة سياسية؟ أنا أعتقد والله أعلم أنه طبعا كذبة أخرى مثل تدريباتهم السابقة، وهي يعني غايتها أن يصاب الشعب بالإحباط والألم، وأنت تدري كل مرة لما يكون عندنا ألم ونرجع مرة ثانية إلى الصفر إلى المربع الأول. وأنا أروي لك مثل جدا بسيط، إذا كان شخص أحد أهم أركان دينه هو الكذب، أحد أهم أركان دينه هو الكذب، شلون أنا أصدقه؟
اللي يكذب على الله سبحانه وتعالى، اللي يكذب على نبيه، اللي يكذب على الصحابه، اللي يكذب على آل البيت، طيب. اللي يكذب على المجتمع. سيد محمود، سيد محمود، يعني بحسب مصادر سياسيه فان الصدر يستعد لتنفيذ تصعيد جديد ردا على تصريحات المالكي، وكما تعلم يعني هناك خلافات شديدة بين المالكي والصدر خاصة ما تم إظهاره في التسجيلات المسربة. هل تتوقع أن يكون هناك تصعيد جديد فعلا يوم الجمعة القادم مع دعوات الصدر للتحشيد؟ هذه خداعنا مرة أخرى، لأن تدري أنت من واحد يكذب على واحد لابد أن يجيب كذبة جديدة وطريقة جديدة وأسلوب جديد حتى يخلينا احنا نصدق. وللأسف حتى الوطنيين الآن بدأوا بعض الوطنيين يقولون يعيدون الصدر ونسوا جرائم الصدر واللي صار بعد 2003. وإحنا حتى في ديالة، في محافظة ديالة، في البداية أنا شفت مجموعة من إخواننا المقاومين من السنة راحوا ويا الصدر لبسوا وطلعوا ويا زي شمهدي مظاهرات. فسألت يعني فلان الله يذكره بالخير يا حب. شكرا جزيلا لك. إذن الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف، كنت ضيفا عبر الهاتف من ديالة.